أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب دعمه لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. وخلال استقباله مرشحة مصر بمشيخة الأزهر، قال الطيب إن خطاب هي أول امرأة عربية تترشح لهذا المنصب، ما يعد فرصة ذهبية لإبراز ثقافة هذه المنطقة العريقة وحضارتها الثرية أمام العالم، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة واحترامها والتعريف بثقافة الشرق الرامية إلى تحقيق السلام والتعايش المشترك بين الناس جميعا. وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها البالغ والعميق لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة قوى التطرف والإرهاب.